السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. اليوم بما أني أنا فاضي قلت خلني أجرب الجوال الجديد جالكسي S22، وزي ما تشوفوا ما شاء الله تبارك الله فيه مزايا حلوة. طبعا أنا ماني فاهم في مزايا الجوال وش إعدادات وكذا، لكن أبى أصور ونجرب ونشوف الألوان معكم وأنتم محكموا بعدين. يركزوا عن حشرة غريبة هذه، سبحان الله كأنها حصى. غريبة سبحان الله. أخذنا لقطة خفيفة صغيرة في جبل الطوقي، الحين بروح يم أثمامة نلقى فعالية شيء هناك، نلقى حد، لأن جبل الطوقي ما شاء الله خلي. طبعا ما أنصح أحد يجي المكان هذا لأنه مكان خطير، فالله يحفظنا وياكم. حاليا أنا الحين في أثمامة، مكان جميل لتنزه لأغلب عوائل الرياض، يكون أجمل إذا صار فيها أمطار، الله يجيب الخير. الآن أجرب الجوال الجديد اللي هو S22 Ultra، خاصية الدايركترز فيو. بغير من كذا لكذا، مرة بخليه زي كذا كاميرا أمامية وخلفية، ومرة بخليه كاميرا عادية HD. شوف ما شاء الله تبارك الله. الطعس اللي شفتوه قبل شوي هذاك طعس يسمونه طعس التحدي، اتوقع ما ادري والله. اما الطعس هذا يجون العوائل فيه يتنزهون دبابات ما دبابات. شوفوا طبعا اللي ينسم كفرات يقدر يجي هناك ويعبي. اتوقع ان كذا كافي، صورنا شيء بسيط نجرب فيها الجوال، اليوم ما في احد والجو ما شاء الله ما بين حار وبارد معتدل. في واحد مغرس هناك راح اساعده، انا خاف اروح اساعده ومغرس معه. لك الله يعيني السلامة. هذا الشركة مسحبة راعي شخص. تمام تمام. ما شاء الله تبارك الله، الجوال هذا فيه ميزة يقرب الى 100، زي ما شفت المقطع اللي قبل شوية السيارة البعيدة